شارك المعرض البحريني العماني الثاني للعطور ضمن معرض العطور العربية 2023، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض الجواهر العربية في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات. وتأتي هذه المشاركة الثانية للمعرض تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وتأكيدا على أواصر العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. ويضم المعرض البحريني العماني نحو 20 عارضا من رواد الأعمال وشركات العطور الشهيرة الوطنية في كلا البلدين، حيث يستعرضون مجموعة من العطور المميزة والفاخرة والفريدة من نوعها، والتي تشتهر بها مملكة البحرين وسلطنة عمان، وتتمثل في العود والعطور المنزلية. هذا المعرض يهدف إلى دعم رواد الأعمال في كلا البلدين الشقيقين من خلال الترويج والتسويق لمنتجات رواد الأعمال، أيضا لتبادل الخبرات بين رواد الأعمال في كلا البلدين، بالإضافة إلى أن هذا المعرض يخلق فرص للشراكة بين رواد الأعمال في سلطنة عمان الشقيقة وفي البحرين. الهدف من هذا المعرض خلق شراكات لرواد الأعمال العمانيين والبحرينيين، وفتح مجالات اقتصادية جديدة لهم والتعرف على أسواق العمل. مشاركتنا في المعرض هذه أنا أول مشاركة لي صراحة للبحرين، والمنتجات اللي عندي هي منتجات عود وأدهان وبعض الخلطات اللي احنا نسويها بنفسنا، بالإضافة إلى معالجة العود لإعطاء الطابع المحلي والخليجي. صراحة التنظيم كان أكثر من ممتاز كأول يوم، وكحضور رئيس الوزراء ولي العهد الشيخ سلمان حفظه الله، فكان كلش ممتاز، كان في إقبال والحمد لله، يعني نال على إعجابي كأول تجربة لي في المعرض.